وباسمي الخاص وباسمي كل أعوان وإطارات مصرف الزيتونة ننتهز هذه الفرصة لشكر سماحة الشيخ محمد المختار السلامي رئيس الهيئة الشرعية لمصرف الزيتونة على كل ما يقدمه لنا. فنحن في المصرف كان دائما يحرص على أن يحضر ما أمكن من إطارات وأعمال المصرف لجلسات الهيئة الشرعية، وذلك حتى نتمرن ونتعلم منه. بهذه المناسبة آثرنا أن يتقدم أحد زملائنا بكلمة للشيخ المختار السلامي يقدمها أصغرنا سنا في دلالة على تسليم المشعل إن شاء الله. الزميل نزار العبيدي فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ورب الأراضين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد الله خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإنه لشرف لي عظيم أن أتقدم بورقة تكريم لسماحة الشيخ محمد المختار السلامي لعظم مكانته لدينا. ولهذا أود أن أستسمحكم على عكس الدكتور العياش الفداد، لا أعدكم بعدم الإطالة في هذه المداخلة، وذلك لأنه عندما طلب مني إعداد ورقة تقديمية وتكريمية لسماحة الشيخ وتكون ملخصة، فقد وجدت أن هذه المهمة ليست بهينة. فمهما حاولنا تعداد فضائل سماحته على المالية الإسلامية وعلى أننا لن نفيه حقه، فنحمد الله عز وجل على أن من علينا جميع مسؤولي مصرف الزيتونة وإطاراته وموظفيه وحرفائه بهذه الفرصة الطيبة المباركة التي ساعدنا فيها بالاجتماع بالعالم الداعية الكبير فضيلة الشيخ محمد المختار السلامي حفظه الله وأطال عمره بموفور الصحة والعافية، رئيس الهيئة الشرعية لمصرف الزيتونة، في رحاب داره وبين أهله وذويه وتلامذته. سماحة الشيخ، إن مصرف الزيتون الذي يستقبلكم اليوم باعتباره أول تجربة رائدة في مجال الصيرفة الإسلامية وباعتباره قاطرة لهذا القطاع، فإن نجاحه يمثل نجاح المالية الإسلامية في البلاد التونسية. إن ريادة هذه التجربة تمثل في الالتزام بأحكام الشرعية للمعاملات المالية، ومن حيث المساهمة في التعريف بمصادر ومبادئ وآليات المالية الإسلامية، والعمل على استعادة الإسلام لصورته المشرقة الوذاءة. سماحة الشيخ، إن مصرف الزيتونة من فك منذ نشأته حريصاً على التواصل مع العاملين في قطاع البنوك والتأمين والمتعاملين معه من الحرفاء كأصحاب الشركات والمهنيين والحرفيين والمزارعين من جهة، وملامسة اهتمامات المنشغلين بالاقتصاد خاصة والاقتصاد الإسلامي من الطلبة ومراكز البحث العلمي والعاملين في ميدان التعليم والتربية وعموم شرائح المجتمع من جهة أخرى. ولا يزال المصرف ملتزماً بالسعي لتطوير نماذج ومناهج تطبيق التشريع الإسلامي في مجالات الصيرفة الإسلامية والتمويل على ضوء أحكام الشرعية والقوانين المنظمة للعمل البنكي والمالي في البلاد، كذلك التحلي بالنزاهة المهنية والاتزان الأخلاقي في المعاملات والعلاقات مع الحرفاء. وما كان لمجهودات إدارة وإطارات المصرف أن تؤتي أكلها وترى ثمارها لولا التأثير الشرعي الذي ما فتئوا يلقونه من جنابكم، والرعاية المتواصلة التي أوليتموها للتأصيل الشرعي والفقهي لمعاملات ومنتجات مصرف الزيتونة. إن مصرف الزيتونة تحت رعايتكم لحريص على التمسك بخصوصياته هذه، ومنقطع إلى مهمته في نشر ثقافة الصيرفة الإسلامية والتطبيقات المعاصرة للمالية الإسلامية والمساهمة في تأهيل الإطارات والكفاءات التي تمثل أمل الأمة في إنشاء وبناء صرح الاقتصاد الإسلامي الشامل والقيام بالدعوة والإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلا، مما من شأنه أن يأكل الحفاظ على الدين وصيانة المسلمين. وسماحة الشيخ محمد المختار السلامي مسيرة حافلة من الإنجازات في مختلف مجالات العمل الفقهي،
سواء من خلال الخطط التي بشرها أو من خلال الهيئات الشرعية التي ترأسها. فقد عين مفتياً للجمهورية التونسية ورئيساً للمجلس الإسلامي الأعلى ورئيساً للهيئة العالمية للزكاة إلى حدود سنة 1990، هذا بالإضافة إلى خطة مساعد رئيس المجمع الفقهي الدولي بجدة لمدة 8 سنوات وعضوية المجمع الفقهي بجدة والمجمع الفقهي الإسلامي بالهند وهيئة المحاسبة الشرعية بالبحرين لعدة سنوات وهيئة مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، كما يترأس سماحته الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي للتنمية والهيئة الشرعية لبنك البركة بتونس والهيئة الشرعية لشركة إعادة التأمين التونسي السعودي والهيئة الشرعية لبيت الإيجار المالي التونسي السعودي وأيضاً الهيئة الشرعية للتصنيف والرقابة التابعة لمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئة الشرعية لمصرف الزيتونة ولمؤسسة الزيتونة تكافل، وهو عضو الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة دلة البركة لعدة سنوات وعضو الهيئة الشرعية بالبحرين لعدة سنوات وعضو هيئة مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية. ومن مؤلفاته المنشورة نذكر، وذلك على سبيل الذكر لا الحصر، النظام المالي في الإسلام، رسالة في التعليم الزيتوني وسائل إصلاحه، العبادات، الصلاة والزكاة والصوم والحج، الأسرة والمجتمع، نظام الحكم في الإسلام، الاجتهاد والتجديد، الهداية الإسلامية من خلال الخطب الجمعية في 4 أجزاء، تعليق وتصبيب لكتاب روح التحرر في القرآن، القياس وتطبيقاته الاقتصادية المعاصرة، تحقيق شرح التلقين للإمام المازري في 8 أجزاء، سبيل المهتدين في 2، القسم في اللغة والقرآن، الطب مع في ضوء الإيمان وغيرها، هذا مع المؤهلات التي هي تحت الطبع مثل الأعجاز العلمي في القرآن والخلافة، القضاء والشهادات. كما لا يمكننا أن نمر دون أن نذكر إسهامات سماحة الشيخ محمد المختار السلامي في المؤتمرات والملتقيات، حيث ساهم، وذلك على سبيل الذكر لا الحصر أيضا، في جميع المؤتمرات التي عقدتها المؤسسة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، جميع ندوات البركة الرمضانية إلى 33، جميع ندوات بيت التمويل الكويتي إلى سنة 2011، مؤتمرات المؤسسات المالية الأول والثاني، الندوات التي عقدت حول التضخم في البحرين وماليزيا وأخرى في كوالالمبور لبحث قضايا اقتصادية مع البنك المركزي الماليزي، هذا بالإضافة لإسهامات عديدة في الاقتصاد الإسلامي وعمل البنوك وصناديق الاستثمار ومحاضرات عديدة في مختلف دول العالم كالجزائر، السنغال، ميلانو، روما ونابولي بإيطاليا، ماليزيا واسطنبول بتركيا، وفي الباكستان وغيرها من الإسهامات التي لا يكفي الوقت لذكرها. وإننا في مصرف الزيتونة إدارة وإطارات وعمل لنكبر ونجل ونكرم أحد أكبر علمائنا في شخصكم الموقر لما قدموه طيلة سنين في خدمة للمالية الإسلامية خاصة وللإسلام عامة، وإنا لجد ممنونون بحضوركم بيننا، وشرفنا بهذه المناسبة أن نعبر لكم عن مشاعر الامتنان العميق والاحترام والتوقير نحو شخصكم الكريم. أطال الله في عمركم وجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين وخادما للدعوة والدين، فجزاكم الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. شكرا للزميل نزار العبيدي.